أسس أكبر إمبراطورية عرفها العالم القديم، لم يهزم في أي معركة خاضها قط، صاحب تأثير عميق في الحضارات الأخرى، منشئ مدينة الإسكندرية، الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني أو الأكبر والأعظم سجل حضوراً طاغياً في عصره، اعتبر أحد أعظم العقول العسكرية في التاريخ. أسس أكبر إمبراطورية عرفها العالم القديم، لم يهزم في أي معركة خاضها، رغم وفاته قبل تحقيق حلمه بتوحيد مملكة لم يسبقه إليها أحد، إلا أن تأثيره على الثقافات اليونانية والآسيوية والإفريقية كان عميقا. الإسكندر رافقته أساطير وروايات ومبالغات متباينة، إلى درجة أن البعض اعتبروا أنه هو ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم. فلماذا أثار الإسكندر كل هذا الجدل؟ وكيف استحق لقب الإسكندر الأكبر؟ ولد الإسكندر الثاني في مدينة بيلا بمملكة مقدونيا الواقعة شمال غرب اليونان، وهو نجل فيليب الثاني وأولمبياس، تتلمذ على يدي الفيلسوف أرسطو، وأظهر منذ سنوات طفولته شجاعة برزت للجميع حين روض حصانا بريا صعب المراس، وجعله منذ ذلك الحين رفيقا له في المعارك. تعلم فنون الحرب وإدارة المعارك من والده، لكن حضور والدته كان طاغيا في حياته. أولمبياس التي تجاوزت الصورة النمطية عن النساء واستعبادهن من مركز القرار في اليونان، اعتبرت القوة الدافعة وراء صعود الإسكندر إلى عرش مقدونيا. بعد اغتيال والده فجأة على يد حارسه الشخصي، وصل الإسكندر إلى العرش، تخلص من منافسيه قبل أن يتمكنوا من تحدي سيادته، ثم قاد حملات لفرض حكمه على اليونان وإخضاع مدنها للولاء لمقدونيا أو إلزامها بالبقاء على الحياد. الجيش الذي ورثه الإسكندر عن والده كان فتياً ومحدود العناصر، استغله في ابتكار تقنيات حربية رائدة أبرزها مبدأ الحرب الخاطفة. بعد توسيع سلاح الفرسان وضع الإسكندر حلم والده الراحل نصب عينيه، واستعد لاستكمال غزو الإمبراطورية الفارسية عبر البسفور إلى آسيا الصغرى لمواجهة جيش دارايوس، وانتصر عليه في مواجهات حاسمة، وتراجع خصمه تاركاً أفراد أسرته وجيشاً مشتتة. تابع سيره عبر الشريط الساحلي السوري واللبناني حتى وصل مصر، استقبل بحفاوة واسترضى الكهنة وأهل البلد وأنشأ مدينة الإسكندرية، وتلقى مراسم تتويجه فرعونا وابنا ليامون، ثم عبر مجددا نحو آسيا وبلاد ما بين النهرين. احتل الإسكندر بابل، ثم استسلمت له المدينة الفارسية سوسة. تابع مطاردة عدوه الهارب دارايوس الذي اغتاله أحد قادة جيوشه، وخضعت بلادهم لسيطرة الملك المقدوني. بعد وفاة دارايوس اختفت العقبات أمام الإسكندر ليصبح مالك فارس الأعظم، ويستكمل سريعا حملاته في آسيا، إيران وباكستان وأفغانستان، ثم يزحف بجيشه الضخم نحو الهند. اعترضته وجنوده متاعب لوعورة التضاريس، وقابل جيوشا تتقدمها الفيلة، كما عانى تمرد قادة جيشه المستنزفين والمرهقين والراغبين في العودة إلى وطنهم بعد سنوات من الحروب والمعارك. تزامنا مع حملته الآسيوية، تزوج الإسكندر من نبيلة فارسية تدعى روكسانا. اعترض عدد من مرافقيه المقدونيين على استراتيجيته في استمالة الفرس بدعوة قادة جيشه للارتباط بنسائهم مثل ما فعل، والاعتماد عليهم في حروبه الأخيرة. شعر العديد من المقدونيين أنه وضع ثقته في أشخاص ما زالوا يعتبرونهم أعداء، وواجهته في سنواته الأخيرة انتقادات من مقربيه، اتهم بجنون العظمة بعد الإنجازات التي حققها في عمر صغير، وازداد شكوكه في أن الجميع يريدون قتله بمن فيهم أقرب الناس إليه. في تلك الفترة كان الإسكندر يسكت معارضيه وانتقاداتهم بادعائه أن له طبيعة إلهية، وأن والده الحقيقي لم يكن فيليب الثاني بل الإله زيوس، أسطورة يونانية. عززت ذلك وفاته الغامضة واعتقاد مرافقيه أن جثته بقيت 6 أيام لم تتحلل، لكن دراسة حديثة حاولت فك لغز وفاته، وخلصت إلى أنه لقي حتفه لإصابته باضطراب عصبي نادر يؤدي إلى الشلل، ولذلك بقي 6 أيام على قيد الحياة. كما رافقت الشائعات وفاته، ظل مكان قبره مجهولا حتى الآن. اكتشافات حديثة تشير إلى أن ضريحه
قد يكون بين واحة سيوة والإسكندرية. تفككت إمبراطورية الإسكندر المترامية الأطراف بعد وفاته، وانفتح الباب لأطماع قادته المتنافسين، واستقلت بعض الدول عن سيطرة المركز في مقدونيا. ورغم وفاته المبكرة، أنشأ الإسكندر أو طور مدنا كثيرة بعضها يحمل اسمه حتى الآن. وقد عاد الإسكندر في عصرنا ليكون ضمن الجدل الدائر بين اليونان وجمهورية مقدونيا حول اسم الأخيرة، إلى أن وصلتا إلى اتفاق تتخلى بمقتضاه مقدونيا عن اسمها الذي يماثل اسم الإقليم اليوناني الذي خرج منه الإسكندر، وتعدله في استفتاء شعبي ليصبح اسمها جمهورية مقدونيا الشمالية.